ماسك لجنه الحكام السنه اللي فاتت وما كانش فيها المشاكل اللي احنا بنشوفها السنه دي، وبيتهموك يا كابتن جمال اللي انت عشان بره اللجنه فبتحارب اللجنه او الحكام اللي كلهم بره لجنه الحكام بيحاربوا اللجنه. كابتن جمال ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك. معلش انا مش شايف التلفزيون، فمش عارف مين معاك في الاستوديو ولا لوحدك. عمر الايوبي واحمد عويس وايهاب الخطيب ووليد عبد السلام نقاد الرياضيين. تحياتي ليهم كلهم. الله يخليك. تحياتي ليهم كلهم. انا بس ليا سؤال، انت بتقولي بيتهموك، مين اللي بيتهمني؟ الحكام او اعضاء اللجنه الحاليين، يقول لك الناس اللي يعني اللي خلاص مشوا من اللجنه او كانوا موجودين في اللجنه كرئيس لجنه او اعضاء سابقين بيحاربوا اللي موجودين في اللجنه. يعني بيقولوا مثلا كابتن جمال غندور بيطلع يحلل دلوقتي في التحكيم وبيقول كلام غير اللي كان بيقوله وهو ماسك اللجنه. شيل ليه؟ بغض النظر بقى، عشان المفروض ان اقول لك تقول لي كلام محدد وشخص محدد، لكن بغض النظر هو الشغل في التلفزيون ده المفروض الواحد يعمل ايه؟ يشوف اللي قدامه ويقوله من وجهه نظره هو، ولا المفروض يشوف من وجهه نظر حد تاني؟ من وجهه نظره هو طبعا. إيه؟ مش فاهم. طيب على فكره عايز اقول حاجه، التحليل التلفزيوني ده وجهات نظر. هشك في انا 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 بطلع كده بلبس لبسي وبطلع بصورتي انا وبوشي انا وبقول دي ضربه جزاء او دي مش ضربه جزاء. اللي مش مقتنع بكلامي خلاص يقنع الحكام بكلامه هو. يا جماعه لازم الناس تبقى، لازم احنا يبقى في منطق في كلامنا. فكره ان انا ما كنتش بقول الكلام ده، لا بالعكس، نفس الكلام كان بيتقال بس للحكام، بس ما كانش بيتقال بره للحكام. ليه؟ لان انا وقتها كنت مسؤول عن الحكام. أيوة. لازم نتعلم العمل الاحترافي. انا بشتغل في التلفزيون يبقى كل شغلي وكل اخلاصي للتلفزيون. بشتغل مع الحكام يبقى كل اخلاصي وكل عملي للحكام. مفيش خلط في الامور، ما ينفعش يبقى في خلط في الامور. وما ينفعش كمان انا اطلع باسمي وبتاريخي واقول احاول ان انا يعني ارضي الحكام واقول ان الحكم صح. طيب لما يكون الحكم صح بنقول الحكم صح. لا. لما يكون الحكم قراره مش سليم بنقول مش سليم. لما تكون الصوره مش واضحه بنقول ان احنا مش قادرين نحدد كويس. هذا الكلام تمام. طيب كابتن جمال، ايه اسباب ان انما فكره ان اللي بره الكلمه اللي بتتقال، معلش خلينا اكمل. اتفضل يا كابتن جمال. الكلمه اللي بتتقال كده اعتباطا وبتترمي كده، اللي بره واللي جوه، اللي بره واللي جوه ده لو واحد بيجري يا كريم على انه عايز يبقى موجود، لو حد عايز يجري وعايز يحارب عشان يجري، ها عشان يبقى موجود، لو حد من الناس اللي هي ملهاش لا اسم ولا ليها تاريخ ولا، وبالنسبه لها وجودها مجرد عضو في لجنه الحكام ده حاجه كبيره، هو اللي يعمل كده. أيوة. انا اسمي جمال الغندور. انا تاريخي معروف في التحكيم، ماشي. تمام. مش هجري عشان كلام ده عيب ان هو يتقال، والله اعلم مين اللي قاله او مين اللي ما قالوش، لكن انا بقول لك عيب لما يتقال كلام زي كده. طيب. كل اللي عايز اقوله يا جماعه، قولوا لي او قولوا لاي حد بيحلل التحكيم لو سمحتوا حضراتكم مطلوب منه ايه؟ طيب. انا ده سؤال، مطلوب منه ايه؟ حلو. حضرتك طبعا حكم كبير وحكم كلنا بنحترمه، وحضرتك مسكت اللجنه اكتر من مره وكنت متميز جدا. لا هما مرتين بس، مش اكتر من مره. مرتين يعني، مرتين يعني اكتر من مره. ده 2007. ثلاث سنين، ثلاث مواسم. والمره الاخرانيه حضراتكم عارفين كويس قوي انا مسكتها في انهي ظروف، وكانت الظروف شكلها عامله ايه لما انا جيت. حلو. والدنيا مشيت ازاي بعد كده؟ طيب كابتن جمال، يعني حضرتك مسكت اللجنه، كابتن عصام عبد الفتاح مسك اللجنه، كابتن محمد حسام الله يرحمه مسك اللجنه، كابتن عصام صيام مسك اللجنه، عمرنا ما شفنا الاخطاء الكبيره اللي موجوده دلوقتي. يعني ايه الاسباب ان مستوى التحكيم في الفتره الحاليه مش راضينا او مش مرضي؟ اقول لك كلمه واحده وما تطلبش مني تفصيل. ماشي. النيات. نيات؟ نيات بس؟ يعني ايه النيات؟ ما حضرتك الكلام انت حضرتك بتقوله ده بيأكد كلامنا. هقول لك ليه بقى النيات ليه؟ لان هم نفس الحكام اللي كانوا موجودين لسه قريب. نيات مين يا كابتن؟ نيات مين؟ نيات الناس، نياتنا كلنا. اللي جوه ولا بره؟ كل الناس. الاثنين. واللي مش من الحكام كمان. اقول لك ثاني اكتر من كده؟ نيات. ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد. طب نعمل ايه عشان التحكيم يتصلح في مصر الفتره الجايه او يتحسن؟ والنيات ما انا انت دخلتني طرف دلوقتي، فلما هتقول لي نعمل ايه؟ حضرتك حكم كبير، حضرتك حكم كبير. لا ما الاول يا كريم انت كلامك انت، معلش انت هو خلي بالك الكلام مش انا اللي بقوله يا كابتن جمال، ده الكلام. معلش ما انت دخلتني طرف. انت قلت لي انت بيتهموك. ايوه بالظبط. فانت بدايه دخلتني طرف. ماشي ماشي. طالما دخلتني طرف يبقى انا لما هتكلم دلوقتي المفروض ان انا اتكلم عشان ادافع عن نفسي بقى، او اتكلم عشان خاطر اقول وجهه نظري بقى اللي هي ايه، بدافع بيها عن نفسي. ماشي. مع ان انا مش المفروض يعني ان انا اكون متهم بحاجه، انا يعني المفروض ايه؟ اقعد بلاش يا سيدي، خلاص بكره هقدم اعتذار
للقناه اللي بشتغل فيها، وقال لهم يا جماعه الناس بتزعل مني لما بطلع احلل التحكيم، بلاش اشتغل خالص. ده شغلك يا كابتن ازاي؟ لا ما انا ده يرضي، ده يرضي لا ما نرضاش بكده طبعا. لا طبعا يعني. لا طبعا طيب. لا طبعا طيب المفروض ايه؟ طيب يا سيدي انا طلعت قلت ده ضربه جزاء، دي انا بقول وجهه نظري على فكره. أيوه. انا مش بقولها واستخبى. طيب انا عايز اسالك بس سؤال نصلح وبجيب لك القانون وبجيب لك مواد القانون وبقول لك القانون بيقول ايه؟ وانا عيب عليا، عيب عليا مثلا انا كلامك بوضوح. عيب عليا لما اطلع اقول ان حارس المرمى لما يتقدم قبل الكره ما تتسد والكره ما تخشش جول لازم تتعاد وياخد انذار. عيب عليا لما اقول اصل ده ما بيحصلش واصل ده عمليه ما بقى. عيب. احنا ناس حكام كبار، الحكام الصغيرين لما تسمعنا واحنا بنقول الكلام دوت يعني معنى كده بقى هم ما يطبقوش القانون. تمام انا عايز اسالك سؤال بس اخير يا كابتن جمال، نقول له بقى ايه؟ ما تطورش على حد دلوقتي وما تعملش تعديلات عشان احنا مش هنطبقها. ماشي. عايز اسالك سؤال اخير في جملتين او في ثلاث جملات، يعني شوف حضرتك شايف ايه. التحكيم يتصلح ازاي في الوقت القصير الحالي؟ لازم الكابتن رضا البلتاجي يكون مستمر وموجود ولا ويكون له كل الدعم من اتحاد الكوره ويكون مستقل. مستقل معلش ما تزعلش مني. هو مستقل دلوقتي يا كابتن جمال؟ لا مش حكايه الاشراف على اللجان ديت. حكايه الاشراف على اللجان دي او اي حد ما خدش الدخل حتى لو رئيس الاتحاد مع احترامي الشديد يعني يبقى معناها ان الراجل المسؤول عن التحكيم مش هو صاحب الكلمه الاخيره دلوقتي. انا اسف جدا، انا ارفض فكره الاشراف دي نهائيا. لازم يكون الكابتن رضا البلتاجي هو صاحب القرار الاول والاخير في التحكيم. طب ما هو صاحب القرار دلوقتي يا كابتن جمال عشان الاشراف، قصدي عشان الاشراف. انا بقول لك انا باكد على كلام بقى. انا باكد على كلام بقى. لازم يستمر الكابتن رضا البلتاجي هو صاحب القرار الاول والاخير في التحكيم. كابتن رضا البلتاجي يا اخي انتوا اخترتوه، انتوا عارفين امكانياته، انتوا عارفين تاريخه، خلاص ادوا له فرصه يشتغل واحموه بقى، وقفوا في ظهره اسندوه. اتحاد الكوره باعضائه كلهم يقفوا في ظهره واسندوه واحموه. يعني حضرتك شايف ان لجنه الحكام او اتحاد الكوره مش مساند كابتن رضا البلتاجي؟ يعني انت يا كريم انت دلوقتي عايز كلام مفيد ولا عايز؟ لا كلام مفيد طبعا. عايز تاخد مني تصريح؟ لا كلام مفيد. ان انا بقول مين مش بيحمي ومين ما بيحميش؟ حضرتك بتقول دلوقتي صندوق يا كابتن جمال. حضرتك انا بقول لحضرتك المفروض ان احنا رئيس لجنه الحكام اللي موجود دلوقتي راجل له اسمه وتاريخه نسيبه يشتغل لوحده من غير ما نشرف عليه ونقف ورا ظهره ونحميه. كلامي واضح؟ تمام. بس اذا كنت عايز تتكلم على المستقبل. تمام. بشكرك كابتن جمال الغندور. فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا مع وليد عبد السلام، عمر الايوبي، ايهاب الخطيب، واحمد عويس.